لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. ده صح؟ سؤال كبير جدا، ما عنديش إجابة دي. عنده ولد اسمه جلال؟ أيوة. عايش فين؟ في لندن. في لندن من زمان. سماح أنور تحسم الجدل حول زواجها من سمير صبري وتكشف عن والد نجاها. نشر الإعلام المصري عمرو إدريسي على حسابه في فيسبوك فيديو للقاء سابق مع الفنانة سماح أنور حول والد نجاها الحالي، وجاء نشر الفيديو بعد حديث الماكير محمد عشوب عن وجود ابن الفنان الراحل سمير صبري والفنانة المعروفة، وذهبت التخميلات إلى أنها سماح أنور. وقالت سماح أنور خلال لقائها مع الإعلامي عمرو إدريسي في برنامجه واحد من الناس: اتجوزت مرة واحدة أبو أدهم عاطف فوزي، والله ما كانتش قصة حب، ولكن الوقت ده كان فيه حب، وتوفي عاطف فوزي وأدهم عمره سنتين، كنا في 1997، وبعد وفاة زوجي ما فكرتش اتجوز تاني، وجود أدهم في حياتي ما منعنيش من الزواج، وشايف انه انسب ان اكون ام لابني وخلاص، انا حابة اعيش لحد واقوم الصبح عشانه، لكن لو عشاني مش هقوم من على السرير. وعن ارتباطها بالفنان سمير صبري رد قالها: كنت اتمنى اتزوجه وما كانش مناسب اني نتجوز سنا، وايا كان ايه السبب عمرنا ما تكلمنا عن الحاجات دي، وعمرنا ما قلنا لبعض كلام حب. الناس فاكرة ان في علاقة بجد، بس ما فيش علاقة بجد ولا حاجة، في صداقة بس ما فيش كلام في الموضوع ده. اللهم ارحم الفنان سمير صبري، واحفظ الفنانة سماح انور وابنها ادهم، واحميهم يا رب العالمين، وارحم الفنان الكبير الراحل سمير صبري، واسكنه فسيح جنته. انا لله وانا اليه راجعون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.